شرحنا في الفيديو اللي فات قد إيه العالم في محنة كبيرة وصعبة بيواجهها قصاد ارتفاع الأسعار والتغييرات الجذرية، على وجه التحديد بين ارتفاع الذهب والدولار. وقلنا ليه الأسعار زادت، ودي مش مشكلة بلد بعينها، لأ دي مشكلة عالم بأكمله، وإن دي مشكلة بتأثر على جميع الدول لما بيكون فيها حرب أو وباء، وإحنا الحمد لله ربنا كرمنا بالاتنين، حرب ووباء. طب هيجي حد بقى ويقول لي يا ترى نعمل ايه؟ هقول لك فورا، اسمع كلام ابوك. ده مش هزار، ده بجد. ايوه لازم تسمع كلام والدك. زمان كانوا اهالينا دايما بيقولوا وفروا فلوسكوا لحاجه اهم، ما تصرفش على الفاضي، مش كده ولا لا؟ وكان دايما والدك يقول انا شايل الفلوس دي للزمن عشان محدش عارف بكره في ايه، وانت كنت تقعد تتريق. احب اقول لك بقى ان والدك كان عنده حق، وانك لازم تسمع كلام ابوك. اخوك يقولك تعالى نخرج، ولا صاحبك يقولك يلا نسافر، قول لهم اسف انا هسمع كلام والدي. صحيح العالم بعد ما اخيرا شم نفسه حبه والامور رجعت تمام نسبيا، الا ان رجعت الامور اسوأ بعد حرب روسيا واوكرانيا، واللي بسببها حصل ضغط كبير جدا بيهدد الاقتصاد العالمي والامن الغذائي، وخاصه بعد ارتفاع الاسعار اللي سببتها جائحه كورونا، وربنا يهديهم على بعض. طيب لما بيكون في ازمه كبيره زي كده الدول بتعمل ايه؟ بتعمل بنصيحة والدك. اه والله والدك اللي دايما بيقول بلاش مصاريف ملهاش لازمة وهات اللي تحتاجه بس وشيل قرش للزمن، ده تقريبا نفس اللي بتعمله الدول. طب بتعمل ايه يعني؟ بترفع راية اسمها الانضباط المالي، واللي من خلالها بيتبعوا اجراءات خاصة بالسياسة المالية والنقدية، واللي من ضمن الاجراءات دي سياسة التقشف الاقتصادي وترشيد النفقات العامة، وده لتحقيق الانضباط المالي. خليني ابسطها لك. دلوقتي الدول بتجيب المسؤولين ويقعدوا مع بعض بيشوفوا ايه المصاريف الزيادة ويقللوا منها ويخلوا الحاجات المهمة بس، يعني زي الاكل والشرب واللازم منه، وده معنى كلمة ترشيد النفقات العامة، يعني بالظبط كده زي ما والدك بيقعد مع ست والدتك ويبتدي يقول لها خف ايدك شوية احنا لسه عندنا مصاريف كتير. في مصر مثلا بدأت الحكومة من ابريل كده تطبق اجراءات التقشف، وهي كانت عبارة عن شوية اجراءات اخدتها زي تأجيل تنفيذ اي مشروعات جديدة لسه هتتنفذ، ولازم طبعا مراجعة تكلفة المشروع ده قد ايه، وده علشان الخزنة العامة للدولة مش هتستحمل اي اعباء جديدة في المرحلة اللي احنا فيها. والكلام ده جه طبقا للكتاب الدوري اللي اصدرته الحكومة المصرية للوزراء المحافظين، وده لترشيد الانفاق الحكومي. والاجراءات دي برضو بتضمن التنبيه على جميع الهيئات والمصالح التابعة للوزارات بترشيد الانفاق وعدم تنفيذ اي مشروع جديد الا بعد مراجعة وموافقة الوزير المختص. طبعا دلوقتي زمانك بتسأل الاجراءات التقشفية دي علينا احنا بس؟ هقولك لا طبعا، دي حاجة كل الدول بتعملها خاصة في الايام اللي احنا بنمر بيها دي، وان كل الدول بتتبع سياسة التقشف دي لحد ما الأزمة تعدي. وعلى فكرة معظم الدول دلوقتي ماشية بنفس سياسة التقشف دي، وده معناه إن مش إحنا بس اللي عندنا الأزمة، لا ده العالم كله. بس خلينا نقول إن إحنا في أمان، لأن الحكومة بتاعتنا عارفة كويس جدا هي بتعمل إيه. كمان لو اتكلمنا بشكل أعمق في نقطة التقشف دي هنلاقي إنه بيوصل لثلاث مستويات، وهو مستوى عالمي ودولي وأفراد مجتمعية، اللي هو زيي وزي حضرتك والمدام اللي قاعدة هناك دي، وزي والدك اللي قلتلك من شوية اسمع كلامه وما تصرفش كتير. كمان قال السيد خضر الخبير الاقتصادي لجريدة الوفد إن مصر تحاول العبور من النفق المظلم لصدمات الدولية المتتالية. ده كان عنوان لجريدة الوفد لكلام صرح به الخبير الاقتصادي، وواضح من العنوان إن في حاجة حلوة زي ما أنا وإنتوا حاسين بالظبط. أحب أقول لكم إن إحساسنا في محله. زي ما إنتوا عارفين إن البنك المركزي قرر يرفع سعر فوائد الإقراض لـ 12.25% والإيداع لـ 11.25%، وطبعًا لما الفوائد دي هتزيد ده هيدفع الناس إنها تحط فلوسها في البنك. وهو لما يجي لك كل شهر مبلغ من ورا فلوسك في البنك بفايدة أعلى من اللي كانت موجودة قبل كده فأنت أولى بيهم. طيب هيفيد علينا بإيه؟ ده هيخلي البنك فيه سيولة أكتر تخليه يسيطر على مشكلة الصراعات التجارية اللي بيمر به العالم اليومين دول، وكمان هيحد من القروض اللي بتتعمل على السلع اللي ملهاش أهمية قوي يعني، وهيساعد في ترشيد النفقات اللي كنا اتكلمنا عليه، أو هيخلينا ما نصرفش كتير في الحاجات اللي ملهاش لازمة. وبالمناسبة دي نفس الطريقة اللي بيأكدها الحاج والد حضرتك في البيت. عرفت بقى انه على حق؟
تعالوا نتابع الكلام اللي قاله الخبير الاقتصادي بخصوص رفع الفوائد. قال إن ده هيساعدنا شوية بسبب الأزمة العالمية اللي حلت اللي عملتها روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب اللي حصلت بينهم، واللي بسببها أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي والاستثمارات وحركات التبادل التجارية، وسبب المخاوف الكبيرة اللي كانت عند معظم شعوب العالم، واللي برضه بسببهم بقى في جنون الشراء زي ما هنوضح ده بعد كده. من الآخر، الخبير بيأكد على إصرار الدولة إنها تفضل محافظة على البرنامج الاقتصادي بتاعها عشان تقدر تعدي النفق المظلم اللي الدولة بتمر بيه حالياً، وكمان إن البنك المركزي محافظ على استقراره الاقتصادي لحد دلوقت اللي حققه خلال الفترة اللي فاتت، وده بسبب مرونة سعر الصرف اللي بسببها امتصت كل الصدمات اللي عصفت بالدنيا كلها. حاجة تطمن إن البنك المركزي يفضل محافظ على الاستقرار والوضع الاقتصادي طبعاً، الحمد لله. لكن طبعاً الخبير شدد إن لازم تكون في مراقبة للي بيحصل في الأسواق الداخلية، عشان طبعاً استغلال التجار اللي استغلوا الأزمة العالمية في إنهم يغلوا أسعارهم بزيادة على الناس. كمان قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري من خلال المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء اللي فات إن البنك مش هيتردد لحظة في إنه ياخد كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على حجم التضخم في المستقبل. يعني نقول الحمد لله إن لسه الأمور تحت السيطرة، وإن الدولة بتشتغل بإيديها وسنانها عشان تحد من الأزمة الاقتصادية العالمية اللي بنمر بيها. وده كان فيديو توضيحي عشان أفهمك أهمية ليه لازم تسمع كلام أبوك. ها، السلام عليكم.